انا في نقطتين ما قلتهمش. قول لي. نقطه هي حصلت على الارض ان فتوح لما قعد في اول جلسه في مدينه السادس من اكتوبر، يعني عشان ما نقولش مع مين، اول جلسه مع مين، اول جلسه تفاوض يعني مع الناس اللي بتجدد له، فتوح كان هيمضي في نفس اليوم. ففتوح اللي حصل هو اللي خدمه، لو مخلص مع الاهلي ما كانش مضى. انا بقول لك ايه اللي حصل، ان فتوح تعالى، فتوح محتاج ايه؟ عايز 35 مليون جنيه منحه التعاقد، والعقد، العقد 1 2 3، الامور دي كان عليها توافق. فتقال له نصا كده 10 ايام، تديني 10 ايام ونقعد مع بعض نتخانق في الارقام ونوصل لاتفاق ونمضي. اللي حصل ان بعد 10 ايام حصل اللي بتفاوض ظروف اخرى ادت لسفره خارج مصر، وبعدين رجع، وبعدين حصلت امور تانية فاجل الموضوع، فخلى فتوح يعيد التفكير. ففتوح لو مخلص هو قال لو الفلوس جاهزه دلوقتي انا هقعد. طب السؤال، معلش يا كريم، سؤال بس. لا معلش، فتوح عمل التفكير ليه؟ لا، لان العروض اللي جت له كمان من الخليج كبيره، مش كمان. مش من الاهلي يعني، اللي جاله من السعوديه من خلال احد الوكلاء رقم كبير، بعيدا عن ان هو فعلا عنده عرض من الاهلي، مليون في المية عنده عرض من الاهلي ومفروض. طب معلش كمان اسال عمرو سؤال. اتفضل يا عمرو. لو الحاجات اللي فتوح طالبها من نادي الزمالك لم تتحقق، فتوح هيبقى فين السنه الجايه؟ هيحسب بقى وقتها، حسبته، ما اقدرش اسبق الزمن. لكن خلي بالك العرض بتاع الاهلي يا كريم ماديا اقل من عرض الزمالك، من العرض اللي فتوح طالبه. يعني فتوح مثلا لو بيتكلم في 20 مليون من الزمالك مش هياخد الرقم ده في الاهلي. تمام. هرجع لنقطه ثانيه يا عمور، لو الاهلي هيدي لفتوح 20 مليون والزمالك مش هتوصل 20 مليون، خلي بالك، والزمالك هيدي له 18 مليون مثلا، هيفضل الزمالك. مليون انا معاك، انا مش مختلف معاك.